أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. برحب في جميع المشاهدين وبنرحب بنوال. كيف نشاطك اليوم؟ الحمد لله تمام. أعزائي، حلقتنا اليوم زي ما إحنا متعودين في ثلاث أطباق، ولكن اليوم حلقتنا مميزة جدا جدا. هنعمل فيها طبق رئيسي مميز، فخليكم معنا ونشوف مع بعض طبقنا الأول. أعزائي المشاهدين، الطبق الأول لحلقة اليوم حيبقى طبق لذيذ جدا ومغذي. هنعمل صنف من الشوربة، هنعمل شوربة الدجاج بالشوفان والكريمة. نشوف سوا المقادير. شوربة الدجاج بالشوفان: 2 ملعقة كبيرة زبدة، ربع ملعقة صغيرة مسكة، 1 حبة كبيرة بصل مفروم، 3 فص ثوم مهروس، 2 عود كرفس مفروم، 2 قطعة كبيرة فيليه دجاج مكعبات صغيرة، 10 حبة متوسطة مشروم مكعبات، حوالي 6 كوب ماء، 2 ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص كوب شوفان، ربع كوب كريمة، 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. أعزائي، وصفة الشوربة اللي حنقدمها اليوم زي ما ذكرنا كتير مغذية، لأنها تحتوي على الدجاج والخضرة وأيضا تحتوي على الشوفان. ودائما في شهر رمضان حاولوا تكثروا من هذا النوع من الوصفات. الشوفان كتير مفيد لأنه ينوال يحتوي على ألياف، وإحنا كتير مطلوب مش بس في رمضان، مفروض طول السنة نكثر من الألياف. أكيد. بس ليش إحنا أكثر إشي بنقول في رمضان؟ لأنه معظمنا ما بناكل فواكه طبعا، وبتلاقي أكيد. حتى الخضروات اللي بناكلها يعني مطبوخة، أو ما في عنا طبق السلطة الأخضر يعني أكيد. في شهر رمضان، فعشان هيك نحاول نعوض ناكل الشوفان. ساعات مثلا بتلاقي دائما في أطباق الحلو الرمضانية بندخل الفواكه المجففة، بندخل أشياء عشان نعوض الألياف أكيد. فاليوم السلطة عنا كتير مكوناتها بسيطة، والتجهيز المسبق فيها كتير مريح. هنقول ساعتها إيش بدنا تجهيز مسبق. عندي هون شوية بقدونس، حخليهم على جانب نوال، ما حستعملهم هلأ، هدولي للديكور. ولكن ساعات احنا نقول كلمة للديكور او للتزيين، ولكن كمان بيعطوني طعم طبعا. لا اكيد، يعني عارفة ساعات مثلا لما بنعمل حلو بنقول رشة فستق حلبي طبعا، بتبقى تزيين اكتر من بس كمان تعطي طعم. هون البقدونس حيعطيني طعم خفيف، ما بدي يطغى على طعم الشوربة يعني. حلو، فحنشوف سوا خطواتنا اللي حنشتغل فيها. نوال من فضلك، عايزة هلأ انا تو كاتينج بورد، واحد للخضروات واحد للحوم. اوكي، تفضلي. تمام، انا حبتدي بعد اذنك، خلي هذا جنبك، حبتدي بتقطيع الدجاج. واثناء ما انا بقطع الدجاج حبتدي اسخن الزبده. حلو. عندي فليفر كتير لطيف حنضيفه للشوربه، حنضيف فصوص المسكه. حلو، ما تنسوا دائما فصوص المسكه بتعطيني طعم كتير لطيف. احنا طبعا لما بنعمل المسكه ممكن نطحنها إذا بتحبوا، ممكن تخليها حب ما في هون، لأنه أنا حضيفها مع الزبدة. حلو. فبتدوب، أو حبيتوا تهرسوها أو تطحنوها. هي بتدوب لحالة، بتدوب من الحرارة. حبيتوا تطحنوها ممكن بهذا الهون الخصوصي لهيك أشياء بيبقى كتير مريح. حلو. خليها من فضلك جنبك. يبقى لبين ما تسخن الزبدة نبتدي نجهز الدجاج. الدجاج أنا حقطعه مكعبات صغيرة، ما تبقاش كبيرة كتير، ما تبقاش صغيرة كتير، لأني طريقة التقطيع على فكرة كتير مهمة، عشان أنا بدي يتحمص هلأ أو يتشوح الدجاج، فبهمني كل ما قطعت قطعة صغيرة بياخد فليفر أكتر يعني. أكيد، وسهل الواحد يأكله بهذه الوصفة، سهل يأكله. ولكن إحنا اليوم حنعمل حركة في هذه الوصفة، فمش مهم عندي حجم التقطيع يا نوال. حلو. أنا بهمني الحجم بس للتحمير أو هيك التشويح يعني. يبقى أضفنا مكعبات الدجاج، ونوال حتقوم بالتشويح لغاية ما يتغير عندي لون الدجاج. أنا ما بدي يستوي لأنه لسه في عنا خطوة تانية. نوال وإنت بتشتغلي بس عشان تتابعي معي خطوتي، أنا حبتدي أقطع الكرفس. حلو، لاحظي أنا مجرد حقطعه إلى مكعبات كبيرة صغيرة، ما في مشكلة عندي. حلو. كل هذا هلأ حتى يختلط
وحنشوف خطوتنا احنا بعد ما نخلص المرحلة الأولى. هتشوفي شو حنعمل بهالخطوات. شوفي تقطيع كبير عشوائي، ما في مشكلة عندي. شو الأخبار عندك؟ أخذ تمام. هيك لون ذهبي خفيف؟ أخذ تمام. شوفي ما شاء الله الريحة برضو كمان. شوف هلأ نوال، خليني أنا حضيف لك هلأ. خلاص اللون هذا الخفيف ببتدي أضيف قطع الكرافت. حلو. برضو حتشوحيها تشويحة خفيفة. هتحط البصل معه ولا؟ هنحط البصل وحنحط الثوم، بس ما نحط كله ورا بعضه دايما. ليش؟ أنا بحب التشويح من وقت لوقت، أعطي كل خضار أكيد مجال إنه يتشوح بالشكل المعقول. شو الأخبار؟ تمام. ممكن أضيف لك هلأ الثوم برضو. حنضيف فصين ثوم مهروسين بالشكل هذا. ونوال استمري بالتشويح شوي شوي. أعزائي المشاهدين، هلأ خطوتنا التالية إضافة المشروم. وزي ما اقترحنا عليكم موضوع المشروم حسب المقاس اللي موجود عندكم. نوال أنا هقطع المشروم إلى مكعبات بس بالشكل هذا. حلو. هذه أداة بتطلع على النار لتستوي. احنا هلا مش هتاخذ وقت، حوالي ربع ساعة بيكون الشوربة عندي جاهزة. حلو. يبقى نضيف شوية المشروم برضو نشوح بالشكل هذا. وممكن تحضري هالطبخة قبل بيوم الشوربة؟ الشوربة كلها ممكن اجهزها قبل بيوم طبعا. انا هحط هلا شوية ملح، رشة فلفل اسود، يبقى فريش زي ما دايما تعودنا. وابتدي هلا اضيف الشوفان، نص كوب من الشوفان. قلبيهم شويه نوال. وهلا حضيف مي، او اذا عندكم مرق ممكن تحطوا مرق، بس مش مشكله ما دام انا عندي دجاج. حضيف حوالي 4 كوب من المرق. احنا عندنا حوالي 6 كوب اللي مفروض احنا تقريبا نستعمله، بس حنضيف 4 ونخلي 2. اعزائي المشاهدين، حنسيب شوربه الدجاج هلا تنطبخ ونشوف بعد هيك خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين، خطوتنا التالية لتجهيز الشوربة. طبعا شوفي هلأ نوال الشكل العام أو القوام ما حتبقى شوربة سهلة تتاكل. في أنواع شوربة على فكرة بتبقى قطعة كبيرة أو بنسميها خشنة بالشكل هذا. في ناس كتير وبطابخ في كل أنحاء العالم، كل مطبخ إلا بتلاقوا هذا الأنواع من الشوربات طبعا. يعني بتبقى بالشكل هذا، بس أطيب لو طحناه. أكيد. فحنحتاج إبريق الخلاط ونحط طبعاً الشوربة. وهذا التجهيز قلنا، بتذكر سألتيني إذا وقت. في عنا نعمل تجهيز مسبق. ممكن ست البيت تعمل الشوربة بالشكل هذا وتحطها بالتلاجة. ممكن تعملها قبل بيوم يومين على فكرة، ما بصير لها إشي. حلو. وقت اللي بدكم بتاخدوها وبتطحنوا وبترجعوا بتعيدوا تسخينها وتبقى جاهزة للتقديم. حلو. هنحط كل المقدار، بس خلينا أشيل الكمية هيك شوي. طبعا نكون حريصين دائما أعزائي المشاهدين، إبريق الخلاط يكون عندي إذا ما بيستحمل سخن أخلي الشوربة تبرد شوي قبل ما أحط. مش كل الأباريق بتبقى مصنوعة من الزجاج، فننتبه شوي للموضوع هذا. هبتدي أشغل الخلاط وأطحن الشوربة لغاية ما تصير عندي ناعمة. إذا لاحظتوا أنتوا عم تطحنوها أنها كتير صارت تقيلة، لأنها لما تنطحن هتتقل أكتر لأنها لسه قوامها كتير، بحاول أضيف لها شوية مي. مي أو إحنا المي حنضيفها ساعة التسخين حسب ما ست البيت تشوف شو المناسب، شو اللي خلي المي جنبي. إذا احتاجنا نضيف مي بنضيف من خلال فتحة التغذية هذه. الشوربة عندي ناعمة وجاهزة، ويعني شوربة حتعجبكم. مش عايزة أظني أتغزل فيها الشوربة هاي. ريحتها كتير طبعا. أعطيني شوية مي تاني من فضلك نوال، عشان ما بدنا نخسر هاللي موجودين هدول. هنحطهم هيك شوية مي.
هلأ فيني أحطها بالتلاجة وقت اللزوم بس أسخن، أو فيني أسخن على طول للتقديم، فخليني أسخنها شوي. وبتتذكري كان عنا لسه صنفين ما أضفناهم، الكريمة والبقدونس، هخليهم جنبي. ومن فضلك نوال جيبي لنا أطباق التقديم خليها قريبة علينا عشان نغرب فيها الشوربة. خليها تأخذ بس هيك تتسخن كويس ونبتدي نضيف الكريمة. الكريمة حتعطيني طعم لذيذ، يعني بتزبط لي هيك أكتر طعم، بس مش شرط. إذا في ناس بقولوا لي منال مش حابين استعمال الكريمة، ما في مشكلة نستغنى عنها. وهي الكريمة نفسها اللي بنستعملها للحلويات اللي نخفقها، تعتبر كريمة سائلة أو whipping cream. بقلبها بالشكل هذا، بتفتح اللون عندي شوي وبتعطيني. تمسكها ولا لا؟ بتضلها القوام نفسه سائل بالشكل هذا، بس هيك بتعطيها طعم وبتعطيها لون هيك فاتح شوي. بالشكل هذا. هلا سخنه جاهزه، ايش رايك نبتدي نغرف النوال؟ اوكي. أعزائي المشاهدين، شوربة الشوفان والدجاج جاهزة، من أطيب وأكثر الشوربات فائدة. ممكن تحطي فيها خبز ناشف تتاكل جنبها إذا في شخص فكرتك قصدك يعني زي نوع من المكعبات التوست أو أيوة. أوكي ممكن يبقى نحط جنبها، في ناس كتير بيحبوا يقدموا الشوربة مع مكعبات الخبز. حلو. هلأ نوال أنت هتستعملي لو سمحتي توزعي لنا البقدونس، بس ما نكتر، زي ما قلنا رشة خفيفة على كل قطعة، على كل أقصد طبق. ريحتها كتير كتير. خليط بقى المسكة مع الكرافس مع المشروم، هو كل إشي لحاله لو شوحتيه بيطلع ريحة حلوة، ما بالك لما نخلطهم مع بعض. أعزائي المشاهدين، أرجو أن الشوربة تكون عجبتكم، ونبتدي نجهز الطبق الرئيسي. دوبنا المسكة مع الزبدة، شوحنا الدجاج، أضفنا السلري وأضفنا التوم والبصل، أضفنا المشروم والشوفان، خلينا الشوربة تغلي وطحناها ووزعناها على الأطباق. شوربة الدجاج بالشوفان، 2 ملعقة كبيرة زبدة، ربع ملعقة صغيرة مسكة، 1 حبة كبيرة بصل مفروم، 3 فص ثوم مهروس، 2 عود كرفس مفروم، 2 قطعة كبيرة فيليه دجاج مكعبات صغيرة، 10 حبة متوسطة مشروم مكعبات، حوالي 6 كوب ماء، 2 ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف كوب شوفان، ربع كوب كريمة، 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.